صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب خاني دنجي روش نعيم سليني قرآني الأربعون القرآنية نسيني أحمد عبد الرزاق محمد زيد آل إبراهيم عنقري والجراني بشتوان سابر عزيز بدا سنوي نهاد زلال حبيب الله ختبرك نوزات كوي نخش سازي جمعة صديق كاكا جماري تاب يكم صالي تاب 2017 جماري سباردن لبري وبراتي قشتي كتاب خانة قشتي كان 2017 صالي 2017 بيدراو كاردن جيكان أو كار محمد حسن خوين نوي رشوان كاك خضر خوين ري باريس أم تراكا بكوتا هات صلى الله عليه وسلم تيشتي ورجير لا برا بنت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لباشان دا لراسي دا جيان لساي قرآني بيروزدا نعمتي چي قوري نعمتك كسيك نيتيشت بيت نازاني تسونا نعمتك تمن جوانو بيروز دكاتو مروف لهمو خرابيك باراو دكات زالبر اويا كهاول برزكاني بيغمري خدا صلى الله عليه وسلم بيو تاكاني دواي اوان گرنجي زوريان داو بخويندني قرآنو لبر كردنو تيگيشتني هروها ليورد بونو كار بي كردني بهما شوا بيشي نتساكا كان من لسر امر بازاروشتون ابن القيم رحمتي خداي لبيت دلت هتشتيك للقدانو تيگيشتن لقرآن بو مروف بسود ترنية بو جياني دنيا و دوا روجي و بهوي ورد بونا ولا قرآن رقاي تساكو رقاي خرابي لبردم روشان دبيت و بروبو سر انزامي هر يك لو دو رقانا بباشي دزانت لقل دوا روجي شوين كوتواني هر دو رقاكا و هر بو هويوا كليلي خزيني بختوري و الزانستي بسودي دكويت الدستو الرجي ايمان لدلي دا زيجير دبيت براي خوشويست خوشي ايمان دار لباش مولت ورقتن لشيخي باريس احمد عبد الرزاق كدانري ام برتوكير هستان بورجيراني فرمودكان بزماني كردي اويش بسود ورقتن لساندين سرتساويك وبراي باريس وخوشويستم ما مصاني هاد زلال حبيب الله هستا بورجيراني بيشتشي هردو شيخي فرمودناس صالح بن سعد الحيدان وعبد الله بن عبد الرحمن السعد وبيدا سنوي برتوكاكا خداي قورا پاداشتی خیری بداتو داو کارم لخداي گورا کسوت بم کار بگینت و تنها لبر رزامندی او بیت و بیکات زخیره چیش بو پاش روشمن ورجر پشتیوان سابیر یکی ذی القعده 1437 کردستان هولیر پیشچی راوشکاری تایبتی دادوری شیخی فرمودناس صالح سعد الحیدان سپاس بو او خدای قرآنی وک حکم و رن موی به حق ناردو و ری راستی دیاری کردو. قرآنی دا بزندو و با سر رزدارترینی ناو درست کرا و کانو پیغمبرانی سلام خدا لهمو پیغمبرانی تا بیگینت به همو مروفایتی تا روشی دوائی. کرکی شیخ احمدی کری عبدالرزاقی کری محمدی کری زید آل ابراهیمی عنقری وینیچی نسراوکی الاربعون القرآنیه پینشان دام کباس لگوری و فضلی قرآن نکات ارچی زانسخواز برام برشار زابون لیو کار پی کردنی بو پری نیاز باچی و رازگوییو بگو من هرکس ورد رامینیتو لو نسینی شیخ احمد هزدکات بگرنجی او نسینه بتایبت لم سات وقت دا کمسلمان تیعیده پیوستی بویا شارزایی و تیگیشتنی هبید بو راستی حکمکانی دین و جینی ام تیگیشنش لروانگی قرآن و سنتی صح و دبید لابن عمر و خدای گور لی رازی بید باس کراوا کدالید اما دا آیت زیاتر ما ورنده گرد تا لو دا آیت تیگیشتنو کار ما پیدا کرد هر یک لقرآن و سنتی صحیح دبید لزانایان و ورب جیرین که هم زانایان تیدایو هم لبرکردنیان باشو هم تیگیشتنیان هیو دتوانن با تیگیشتنی چی باش راستی واتای او دقب زانن
که به چه گفتار یا کردار پیوسته به کاروباری دین و دنیا و. وانا زانم شیخ احمد لکو کرنوی ام فرمودان دا مبستی برتس کرنوی ام ببیت لقال بگ دا بلکو چندین فرموده تر لکتی بکانی تری فرموده دا هن وک اوانی کل ششک تی بک دا هن یا لمسندی پیشوا احمدو مصنفی عبد الرزاقو مصنفی ابن ابی شیبو صحی ابن حبانو و چندانی ترهاتو مبستی شیخ لهنانی امر فرموده دا او ابو گرنجی و فضلی لبر کردن و رامان لقرآن بخاطر رو لری برک فرموده و تا هم کار با قرآن بکریتو هم لبر کردن و پیروی بسر حکم واقع داو تیگیشتنی دا بزینکی بخریت رو هنده بسا که او کسی قرآن لبرا او گوریی بو بمینه توا بل بر کردنی پاداشتی دزدکویت لقیامت دا قرآن شفاعتی بودکات دبتهوی شفا ورگتنو برکت لآمان دی ببی آستی راستی نیازو تقواو لخوا ترسی او کسا خدای گوره برکت بخاطا ام هولی شیخ احمد آل ابراهیمو سودمندی بکاتو بوزانستی براستی خدا بخشندو مهربانا پیش چی؟ زانای فرمودناس عبدالله بن عبدالرحمن سعد سپاسو ستایش بو پروردگاری جهانیان صلاة و سلامی خدا بو سر پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم پاشان نسینکی شیخ احمدی کری عبدالرزاق بن محمد آل ابراهیم العقاری خدا سر کوتوی بکات کوتو بردست موبینیم کتل فرمودی کو کردوتو سبارت بفضل و گوری حکم و آداب قرآن پیروز بجوانش او فرمودانی کو کردوتو خدای گوره باداشتی خیری بنوسید ام بابتا یچیک لبابتا گرنگکان چونکا پیوندی هیا با قرآنی پیروزاو و کاری چی گرنجی نزیگ بونوی بندل خدا رامان لآیتکانی قرآن خدای گوره لسورتی صاد لآیتی بستنو بم شوی دفرمید کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبرو آیاته وليتذكر أولو الألباب. ابن القيم بر رحمتي خدا بكويت لكتابي الفوائد دادلت بنمايكي جرنك اگر ويستد سودمان بيت بقرآن اوالكاتي خوين نوي قرآنو قويلي قرتن دا دلت ساغ بكرو جوان جوي بو بقرا واخد دابني كخداي قورتو ددويني وبيامكي آراستي تويا سنكا اوا بيامي خدايا بوتو لسر زماني بيغمبركي صلى الله عليه وسلم كبيد جيشتو خداي جورا لسورتي قاف لآتي سيحافت بمشي ويد فرميت إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد توابي كاريگري پيوستا بكاريگري بخشي كهبيت باريچي ورگرتنو مرجي بديهاتني كاريگر يكيو لا بردني بربستكاني بردم كاريگر يكي دي ام آياتا بپوخترين ورونترين دربرين همو اماني لخو گرتو اوي خدا دفرمويت إن في ذلك لذكرى اما جيبوي تي لسرتاي سورتك هاتوا ام دقا امش كاريگر اوش دفرمويت لمن كان له قلب امش محلي قابله او شاك زي ما بستا او دل زندويا كبيامي خداي بيتي دقي وك خداي جورد فرميت لسورة ياسين لآتي شستنو حفتا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا واتا اوي دل زندوا او يدفرميت او القى السمع واتا جوه رادرو باوردي هستي بيستني بوقسك آراستك دو امش مرجي كاري قربون بقسك اوش دفرميت وهو شهيد واتا ضلي آمادو بآقايا ضلي بملاو بملا دانتو ابن قتيبة ضلت هركسك جوه بقريت لقرآن ضلو تيجيشتني آماد بيت بآقاو هلكارني امش اما جه ببربستی بردم کاریگری که حالا کاری دلو به آگابونیتی لتیگشتنی لو قصه پیدا و تریتو توانای رامانو لیورد بونوی نیا جاکاتک کاریگری بخش هبو که قرآن باری ورگرتن هبو که دلی زندو و مرزیش هبو که ورگرتنه بربست نبو
كسر قالب آقاي دلا لواتاي بيامكو سر قالبونيتي بشتي ترو أوكات كاريگر يكي ديتا دي كبريتيا لسود من بون لخداي قور داوا كارم أم نسين سود بخش بكاتو بركتي تيبخاتو نوسركي بو همو تاكيك رينوين بكات بيشتشي دانر لا برادوازد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أما دقيت لني قرآني الأربعون القرآنية لردا سلفر مدي صحي بيغمري خدام صلى الله عليه وسلم هناو سبارت بفضل قوري قرآن حكم آداب كاني تايبت بقرآن بيروس هولم داوا أو فرمودان بينم كدر برين كاني ليك ونزيكنو دور دريجنينو زورون بو أوي هم بو لبركردن آسان بيتو هم بو خوينريش بيسود من بيتو كار بو فرمودان بكات أوي بروانتا أم فرموداني بيغمري خدا صلى الله عليه وسلم كبي وستن بقرآن بيروس فصدو قوري يكاني قرآن و دبينيت أو فرمودانا تنها باس للبر كردنو تجويدو خوش دنجي قرآن خوين دناكنو بس بركو خوين نوي أو فرمودانا كرا دمينيت دبينيت أو فرمودانا هاوكات هان دانش بو زانستو كردارو خوين دنو لبر كردنش لكو تايدا داوا لبراو خوشك كانم دكم كوا دس بقرن بقرآن السنتو كاريان بيبكنو بنهينيو باشكرا وازبهنن لهرشتك بيتسواني أو دو سرتساون لبدع كردنو تاوانو قنا حزم ليا اما جابو بكم كامبرتوكا لم بندان دا بيجدت بنديكم او فرموداني درباري فصدي خوين نوي قراني بيروس هاتون بندي دوم باسي آداب و احكام كان بندي سيم او فرموداني هاتون درباري فصدي لبركردني قراني بيروزو باداشتي خاونكي بندي تسوارم باسي هاندان لسر بيماندان بقرانو بيداتو نوي بندي پنجم او فرمودانی هاتوا درباره ده خوش کردن بخوین نوی قرآن بندي ششم او فرمودانی هاتوا درباره اخلاص بونو کار بو خدای گوره بندي حوتم فضلی هندگ لسورتکانی قرآن داوا کارم لخدای گوره توفیق و اخلاص من پی ببخشید لکرده و گفتارکان من ده داوای لیدکم لگناه خومانو دایکو باوکمانو خیزانو ما مستاو همو مسلمانان خوش بید وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دانر أحمد عبد الرزاق محمد زيد آل إبراهيم العنقري شاري رياض بستبينزي دوازي 1427 هجري. خويناري باريس أم تراكا بكوتا هات صلى الله عليه وسلم سونيتي لبركردني فرمودا كان لا برا بازدا يكم ما بس لبركردني فرمودا بريتيا لورقدني زانستو كار بيكردنيو لا بردني نفامي لسر نفس دوهم ام فرمودانا جیاوازن لدریجی و کورتی و بدلنی ایو برای بارزم تو دا تاوید بشیویک لبری بکیت کوا با آسانی لبیر نتیتو فرمو لگل ام ریگا آسانانا بول برکردنی فرمودکان یکم هر فرموده یک سیزار بخوینو لگل راس کردنوی حالی زمان اگر هبو پاشا فرمودکا دزار بپلا بیلیو دوهم فرمودکا دا تا بیزار بخوینو بتماشا کردنی پاشا دا تا سیزار بلبر کردن بخوینو سهم اوی راستی بیت خلچی زیوازن لمسالی لبر کردن و هموی لسر خیرن هموی پاداش ددرینو انشاء الله. خوينري باريس ام تراكا بكوتا هات صلى الله عليه وسلم وتاري برتوك لا برا حفدا عن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته
إلى ما هاجر إليه. رواه بخاري ومسلم. واتا عمري كري خطاب خدا لرازي بيدالي پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمویتی کارو کرده و کان هر بپی نیتنو هر کس بپی نیتی خوی هر کس کوچکی بولای خدا و پیغمبرکی خدا بیت او کوچکی بولای خدا و پیغمبری خدای هر کسیش کوچکی بو مالی چی دنیا بیت که بدستی بهنیت یا جنیک بیت که ماری بکات او کوچکی بولای اویا که کوچی بو کردوا راوا وتم خدای گوره لیم خوش بیت لبر اوی بم فرموده دستم پیکر چون که پیشواکان من سرطای کتی بکانیان بم فرموده دستیان پیدا کرد ولوانا پیشوای اهلی حدیث امام بخاری رحمتی خدای لبیت ولم باره و پیشوا عبد الرحمن کری مهدی رحمتی خدای لبیت دلیت هر کسیک ایویت کتی بیگ بنوسیتوا باب فرموده عمری کری خطاب رضای خدای لبیت کده فرمید انما الاعمال بالنيات دست به وکات لهمو باسک ده بویا منش بم فرموده ام پرتوکا دست به دکم وکو آگه دار کرنو یک بو خومو خوی نرو خویند کار براس کرنوی نیتا کان من لهمو کرده و آشکراو نهین یکان من ده خوی نری برس ام تراکا بکو تا هات صلى الله عليه وسلم بندي كم او فرموداني درباري فضلي خويندني قران هاتون لا برا نوزدا فرمودي كم فضلي خويندني قران عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده صحيح مسلم واتا فرموده يك لأبي هريرة خداي قور لي رازي به أويش لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم دفرميت هر كورو كومالي كوب ابنوا لماليك لمالكاني خداي قورا وكتبكي خداي قورا اتيادا بخوين نوا لنوان خوين دا يكتري فير بكنو لي تيبغن أوا بيقمان خداي قورا بزيو رحمتي خوي أني ريتا سر أو كومالو وفريشتكاني لنوان ياندا كود ابنوا اوی لیان ابیستنو گویان لیانا بخدای پروردگاری را دگینن راوا ام فرموده تنها کومل ناگریتوا برقو تا چیج دگریتوا هر کسی که بطنیا یادی خدای کرد او فضلی دزدکویت که باس کراوا فرموده دوهم هر پیتیک لقرآنی پیروز بده چاکه عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي. واتا لعبد الله كري مسعود و خداي قبر لي راسي بي أفرمي بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم أفرمي هركسي يكبيت لكتابي خداي قبر بخوين توا واتا قرآن بيروس أو باداشتي خيري هي و باداشتي چي بدأ ونعلم ألف لام ميم بيتيكا بركو ألف بيتيكاو لام بيتيكو ميمش بيتيكا فرمودي سهم شفاعتي قرآن بو خاونكي لروجي قيامت دا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه
رواه مسلم. واتا لأبي أمامي باهلي خداي قور لي رازي بيدلي جمل بيغمري خدابو صلى الله عليه وسلم أي فرمو قرآن بخوينن لبر أويل روجي قيامت دا أبيتات كاكاري بوخوين ركي يان ها ولكي. رافا لم فرمو ديدا شفاعت جي قربو لروجي قيامت دا لسر زياوازي شفاعت كانو أواني شفاعت دكر وشفاعت تنها بو يكخواناسا بلا مشريك شفاعتي بونية. أجر همو قرآن الشي لبر بيت لبر أوي كردوي بوت صلبوتا وبهوي شركة كيوا ولروجي قيامة جدا هيتي لور ناجرت خدا پناما بدات لشركو مشركة كان. فرمو دي سوارم نموني إيمان داري قرآن خوينو منافق. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر رواه البخاري ومسلم. واتا لأبي موسى أشعري خداي قبر لي رازي به أويش لبيغمري خداوة صلى الله عليه وسلم أفرمي نموني أو إيمان داري كقرآن دخويني وك نموني الأتر الجوايا كتام خوشو بون خوشا بوني خوشو خواردنشي خوشا ونموني إيمان داري كقرآن نخويني وك خرمايا كوايا كهيز بوني نبيو خواردني بتامو خوش به ونموني منافقي دورو كقرآن أخويني وك ريحان وايا بوني خوشا بلام خواردني ناخوشو بي لزتا ونموني منافقي دورو كقرآن ناخويني توك الحنظل وايا أما جايشي سوزا زانا كان دلين وك قلاي زيتون وايا كتالو بيتاما كبوني نيو تامشي ناخوشا. رافا مثل الأترجة دور ميويشي ناسراوا پیداوترت ترونج کتام خوش و بون خوشا. فرمودی پنجم پاداشتی کسی قرآن بروانی دخوینه و کسی چیش بزحمت دیخوینه. عن عائشة رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي الرواية والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران رواه البخاري ومسلم. واتا عائشة خدا لرازي بيضلي پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمویتی کسی قرآن بروانی بخوینه توا لگل پیغمبران و فریشت تاکو پاکو برزو نزیککانی بارگای خدایی دبه کسی چیش قرآن دخوینه تو دمی تطل دکات یایدو لسرشانی زحمتا او دو پاداشتی هی ول روایتی چی تردهاتوا اوی قرآن دخوینه بلام للای زحمتو گرانا اوانا دو پاداشتی خیری گوریان هیا. رافا الماهر بالقرآن او کسیا کوازور شارزای لخوین نوی قرآنو حالی تیدا ناکات وللای گران نیا لبر اوی بزوانی قرآنی لبر کردوو وزیرکا تیدا ویتتعتعو فی او کسیا که قرآن دخوینیتو دمی تطلدکات یایدو لسرشانی زحمت بهوی سستی لبر کردنی او دو جار پاداشتی هیا
پاداشتی خوین نو پاداشتی تطلا کردنو زحمت چشانی لکاتی خوین نویده. فرموده ششم فضلی قرآن خویندن لنویجده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهلي أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. رواه مسلم. واتا ابو هريره خداي گور لي رازي بيت دله پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم فرميتي آيا يكيكتان پي خوشا كاتي گراي و بو مالويان لوي سي وشتري اوسي گوري قلو لماليان بيت وتمان بله فرموي ده هر کس يكتان لنوجه كيدا سه آیت بخوینه باشتر بوی لسه غشتری آوسی گورو قلو. راوا الخلیفه غشتری آوس و کویکی الخلیفات. فرموده حوتم فضلی او کسانی کار با قرآن دکن. عن واس بن سمعان رضی الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون بي في الدنيا تقدمهم البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال تأتياني كأنهما غيابتان بينهما شرق أو كأنهما غمامتان سوداوان أو كأنهما ظلة من طير صوافة جادلان عن صاحبهما. رواه مسلم. واتا لنواسي كري سمعانوا رزاي خداي لبيت اویش لپیغمبری خدا و صلی الله علیه و سلم و دفرمه لروج قیامت قرآن و اوانی ککاریان پی کردوا لدنیا دا دینو سورتی البقر و آل عمران پیشیان دکون و پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم سینمونی بوه ناینو تا استال بیرم نتو فرموی ام دوان وک دو پلهور یان وک دو سیبر یان وک دو پول لبالنده که بالکانیان رب کردوا لأسمان دا دینو برگری لخاوانکانیان دکن. وعن ابی موسى الاشعری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طيبة الطعم ولا ريح لها. لأبي موسى أشعري خداي قول لي رازي به أبيش لبيغمبري خدا وصلى الله عليه وسلم أفرمي نموني أو إيمان داري كقرآن نخوينت ونموني الأترجة زوره چی خورمایا کتم خوشو بون خوشا بونی خوشو خواردنشی خوشا و نمونه ایمان داره که قرآن نخوینه وک خورمایا گوایا که خواردنی بتامو خوش بیو هیچ بونی نبی. فرموده هشتم فضلی خوین نوی سورتی البقره لمعلوه. عن ابی هریره رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. واتا
مالكانتان مكان قبرستان چونك شيطان لو ماليكوا سورتي البقرة تداد خوين ريتوا رادكات فرمودي نويم فصدي خوين نوي قرآن بأشكراو بنهيني عن عقبة بن عامر الجهيني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة رواه ترمذي واتا اوي قرآن بأشكرا بخويني وك اووايا بأشكرا بخشيش بدات واوي قرآن بنهيني بخوينيت وك اووايا بنهيني بخشيش بدات فرمودي ديم درخوشبون بقويقرتن لقرآن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فرفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل رواه البخاري ومسلم واتا عبد الله كري مسعود خدا لي رازي بيدله پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم پی فرمو قرآنم بو بخوینا دلی وتم ای پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم قرآن بو تو بخوینم که بو تو دابزیوا فرموی من حزدکم لغیری خوم و جویم لبیت منیش سورتی النسائم بو خویند حتا گیشت ما او آیتی که خدای گورد فرمویت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا آتي سليك لسورة النساء سرم هلوري يا بياوك للامو آما جي كردم سرم هلوري دبينم ساوكاني فرميز شلي هالنشتوه خويني ري باريس ام تراكا بكوتا هات صلى الله عليه وسلم بندي دوهم باسي آداب احكام كان لا پرا بستنو فرموده یازدهم شادی و خوشی خاون قرآن عن ابی هریرة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت ما يعمل ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل رواه بخاري وأحمد واتا لأبو هريرة خداي قور لي رازي بيت أويش لبيغنبروا صلى الله عليه وسلم كفرميتي
حسودی درست نیا لدو شد دانه بیت. پیاوک خدا قرآنی فیر کرده بیت بردوام هسته بدور کردنوی بروشو بشو. و دراوسیکی جویلی بیتو بلیت. خوزگه منیش وکو او دبوم تا وکو کردوی اوم بکرده. و پیاوچیش خدای گور سامانی پی ببخشتو بکاری بهنیت لحق و راستی ده. پیاوکو تی خوزگیش منیش وکو او پارم دبو تا وکو او کردوی اوم بکرده بایه. فرموده دوازده هم سونیتی خوین نوی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بو قرآن پیروز. عن حذیفه رضی الله عنه قال صلیت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات لیله فکان اذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوذ وإذا مر بآية فيها تنزيه الله سبح. رواه ابن ماجه. واتا لحذيفة وخداي قبر لي رازي بيت فرموي لقل بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم شويت يان نواجم كرد اگر بگشتای آياتك كباسي بزيت دابوايا داوای دکرد و اگر تی پر بوای با آیتک کباسی سزاده کات پنای دکرد بخدای گوره و اگر تی پر بوای با آیتک کباسی گوری خدای گوره دکات سبحان الله داود. هر لابو حذیفه و خدای گوره لی رازی بید دفرمید شویک لتنیش پیغمبر و صلی الله علیه و سلم نوجی کرد قرآنی خویند اگر تی پر بوای با آیتک کباسی سزادکات دوستاو پنای دکر بخدا و اگر تی پر بوای با آیتک کباسی بزیو رحمت دکات دوستاو دعای دکر دو دپا رای و فرمودی سیازده هم ماوی ختم کردنی قرآن. عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال له اقرأ القرآن في شهر قال إني أجد قوة قال اقرأ في 20 قال إني أجد قوة قال اقرأ في 15 قال إني أجد قوة قال اقرأ في 10 قال إني أجد قوة قال اقرأ في 70 ولا تزيدن على ذلك. أخرجه البخاري ومسلم. واتا لعبد الله كري عمر خداي قور لي رازي بيت فرموي بيغمري خدا صلى الله عليه وسلم بي فرمو قرآن بخوين رو ختمي بكا لمان جيكدا وتم هزو توانم لخوم داده بینم زیاتر بخوین موا. پیوتم دیل بیست روش دا ختمی بکا. وتم هزو توانم لخوم داده بینم زیاتر بخوین موا. پیوتم دیل پازده روش دا ختمی بکا. وتم هزو توانم لخوم داده بینم زیاتر بخوین موا. پیوتم دیل ده روش دا ختمی بکا. وتم هزو توانا لخوم داده بینم زیاتر بخوین موا. پیوتم دیل حوت روش دا ختمی بکا لوش زیاتر مکا. فرمو دی چوارده هم مستحب بو کسیک که آیتک سجده تدابیت سجده بو خدا ببات. عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. واتا أبو هريرة خداي قبر لي رازي بيدالي بيغمري خدا صلى الله عليه وسلم فرميتي
اگر آدمی زاد او آیتی خویند که سجده تیدابو سجده برد شیطان دور دکویتو دگری دلی آی قرد بسر فرمان کراب آدمی زاد سجده بباد سجده بردو بهشت بو اوو منیش فرمانم پیکرا که سجده ببم راضی نبوم آگر بومنه راوه سجده تنها پیوستنی به صورتی السجده بلکو پیوسته به همو او سجدانی که لقرآن دا هاتوه جماریان پازده دانه فرموده پازده هم مکروه بو کسیک لکاتی قرآن خویندن دنگ برز بکاتو اگر بزانید اوی تنشتی آزاری پیدگات. عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجد الناس يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فيشغلهم عن صلاتهم رواه أحمد والنسائي واتا لابن عباس وخداي قور لي رازي بيد دليت روجيان بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم درتو تما شايكت خلق كانو يجدكنو دنجان برسكردوتو بقرآن خويندن فرموي اوين يجدكات مناجاتي پروردگاري دكاتو با تماشای بکات چون مناجات دكات و با هندك تان دنگ برز نكاتو بسر هندي چي ترتان لكاتي قرآن خويندن دا فرموده شازدهم روشتي پیغمبری خدا صلى الله عليه وسلم عن قتادة رضي الله عنه انه اتى عائشة رضي الله عنها فقال لها يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن رواه مسلم واتا لقتا دوا خداي گور لي رازي بيد دليت هاتم بو خزمتي عائشة دايچي ايمان داران خداي گور لي رازي بيد وتم بي دايچي ايمان داران حوالم بدري درباري روشتي پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم فرموي آيا قرآن ناخويني توا وتم بله فرموي روشتي پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم قرآن بو عن سعد بن هشام بن عامر رضي الله عنه قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين أخبرني بخلوق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن أما تقرأ القرآن قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم رواه أحمد واتا لسعد كري هشامي كري عام روا دفرميت برسيارم كر لدايشي إيمان داران عائشة رزاي خداي ليبيت درباري روشتي پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم فرموي روشتي أو قرآن بو آية قرآن ناخويني توا خداي قورة دفرميت وإنك لعلى خلق عظيم سورة القلم آتي تسار رافا ابن كثير رحمتي خداي لبيد دليت أما ماني أويا كبيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم جاب زيكردني فرمان كان قرآن بوت روش للاي لقل أو روش تبرزاني كخداي قورة بي بخشيبو لشرم و حیا و ریز و وزیر چی و لیبرده و نرم و نیانی و همو روشت چی جوان که ثابت بو بروانه تفسیری سورتی القلم فرموده حفده ام قرآن خویندن با آوازه و
عن معاوية بن قرة رضي الله عنه قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته، فرجع في قراءته قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. رواه البخاري ومسلم. واتا معاوية كري قرة ضله لعبد الله كري مغفل المزنيمي بيست خدا لرازي بديوت بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم لصالي آزاد كردني مكة دا بسواري ولاغكي وبرقوا صورتي الفتح دخوين بآوازو دخوين. معاوية دلي ترسي او منبوايا كخلچيم ليكودا بيتوا وك او بوم دخوين دم. فرمودي هجديم ريقري لهال قرتني قرآن لكاتي سفر كردن دا بوغلاتي بيباورانو خاچي دجمن اگر ترسي او يهبو بكويت دس دجمن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، متفق عليه. وفي الرواية المسلم: لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. واتا ابن عمر خداي قبر لي رازي بيدله بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم ريقري دكر لها القرتني قرآن لكاتي سفر كردن دا بو خاشي دجمن. وللروايات مسلم دا هاتوا قرآن مبن لكاتي سفر كردن دا بو خاشي دجمن لترسي اوي نبادا دجمن دزدريجي بكات السر. رافا زانان دا فرمون اگر دل نيابيت لوي كقرآن توشي دران دن نابيتو فرينادري تسر زويو بباور دستی لینا داد او ری پیدراو سفری پی بکیت. فرموده نوزدهیم او کسا چی بکات لکاتی قرآن خویندن کلی تیک چوا بهوی خواوا. عن ابی هریرة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: اذا قام احدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فلينصرف فليضطجع. رواه مسلم. واتا لأبو هريرة خداي قبر لي رازي بيت أويش لبيغمبري خداوة صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر كسكتان لكاتي شو نجدا قرآني خويندو لسر زماني قرزبو ونيزاني تيدلت أو باواز بهنت لخويندنو راكشت. رافا فاستعجم القرآن واتا قرزبو نيدتواني بزماني بليت بوهي خوال بويدبيت وازد خويندن بهنت. فرمودي بيستا وتني بيسال بقرآن خوين حسبك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري. واتا عبد الله كري مسعود خداي قبر لي رازي بيدله بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم بيفرمو قرآنم بو بخوينه. دلائوتم اي بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم
قرآن بو تو بخوينم كبو تو دابزيوا فرموي من حزدكم لغيري خوم وجوم لبيت منيش سورتي النساء بو خوينت حتى قيشت مو آياتي كخداي قبرد فرميت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا آيتي سليك لسورة النساء فرموين بابس بيت استعلام لكردو دبينم تاوكاني فرميسجي لحال نشتوى خوينري باريس ام تراكا بكوتا هات صلى الله عليه وسلم بندي سهم او فرموداني هاتون درباري فضلي لبركردني قراني بيروس وپاداشتي خاونكي لا براسي وهشت فرمودي بستو يكم ساكتان او كسيا كقرآن فير دبيو فيري خلشي دكات عن ابي عبد الرحمن السليمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري واتا لأبو عبد الرحمن سليمي و لعثمان كري عفان وخدا ليان رازي بيت لبيغمري خدا وصلى الله عليه وسلم لفرمين باشترين تان أو كسيا كقرآن فيربو كساني تريش في الذكات أبو عبد الرحمن السليمي دلت أنفرمو دي وإلي كردم آلم شوين دانشم لمزقوت رحمتي خداي لبيت سل سال لمزگوتی کو فدانش بمبستی فیر کردنی خلچی درباره قرآنی پیروز فرموده بیست و دوم کسی با قرآن سر برزده بیت اگر کارگزاریش بیت عن نافع ابن عبد الحارث رضی الله عنه لقی عمر بعصفان وكان عمر يستعمله على مکه فقال من استعملت على أهل الوادي فقال ابن أبزي قال ومن ابن أبزي قال مولا من موالنا قال فاستخلفت عليهم مولا قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم وأحمد واتا لنا في عكري عبد الحارثي لعصفات كجيشت بعمروتي شيت كردوا بكار بدست دسر خرشي أم دولا وتي ابن أبزي وتي ابن أبزي چه وتي يجيك لكارغزار كان من وتي زا كارغزارت كردوا بزين شيني خوت لسريان وتي او كسي چي قرآن خوين وشار زايزان استيميرات باش كردنا علم الفرائض عمر خدا لرازي بيت وتي راستك بيغمبركتان صلى الله عليه وسلم فرميتي لراستي دا خدا بهوي أم قرآن و تنقلو هوزيك بسر دكاتو سر برز دكاتو تنداني تريش نزمو نوي دكات فرمودي بستو سهم أهلي قرآن دوست تايبتكاني خداي قورن عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أهلين من الناس قيل يا رسول الله ومن هم؟ قال أهل القرآن هم من أهل الله وخاصته رواه أحمد والنسائي واتا
لأنس جرد راوتوا كبيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم فرميتي خداي قورا دوستاني چي هي لخلق وتيان هي بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم اوانا چين فرموي اوانا اهل قرآن دوستي خدانو تايبتي كردون بخزمتي قرآن ودينكي ولا خداوا نزيكا فرمودي بستو چوارم فضل قرآن خوين كاتي دسيت بهشتوا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه أحمد والترمذي. واتا لعبد الله كري عمر خدا ليان راسي بيدله بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم فرموي بهاولي قرآن خوين أو تري بخوين رو برز ببوا بجواني بخوين رو وك أوي لدنيا أتخوين دوا جيغاكت لكوتاي آيات دايا كدي خويني توا. فرمودي بستو بينز فضلي أو كسي قرآني لبرو وأو أجرو باداشتي كهيتي. عن بريدة رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول وإن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحبة فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك؟ فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. واتا لبريدوا خداي قول لي رازي به فرموي دانشتبهم للاي بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم جوهم لبو فرموي قرآن ديت بولاي هاوريكي لروجي قيامت دا لكاتك دا قبركي الشق دباتو وكو بياويكي رنك بريو في دلي آية من دناسي توا دلت نات ناس موا في دلت من قرآني هاوريتم كواتي نو كردي بهوي وازده نانكان وشو نخوني بي كردي وهمو بازرگانك قازان زكي بهوي بازرگان يكيتيو وتوش امرو او اجرو پاداشتي پيد ددري بهوي او بازرگانيه ككردوتا ومولچي ددري تا دستي راستيو نمري بدستي چپيو تازي رزديناني دخريت سر وداي كوباوچي دادا پوشن بدو زلو برجي جوان كوا اهل دنيا ناتوان النرخة كي دياري بكن وهردو چي اندالين چون دا پوشراوين بما پيان دوترت بهوي كركتانو كوا قراني ورغتو لبري كرد باشان دوترت بخوين وبسر بلو جوركاني بهش دا سركو بردوام دبيت لسركوتن ما دام دي خوينيتو ببلبيت يا بترتيل. رافا زانا اند فرمون درباري ماناي كالرجل الشاحب او كسير رنغو لا شي غورا وبهوي هشتيكو بيت تنخوشي بيت يا سفر كردن وكوبلي بوشي ويا ديت تاوكو هاوري چي بيت لدنيا دا
یان وکو آگدار کرنو یک بیت بوی هرچون بیل دنیا دا رنجی گو راو لبر قرآن خویر نکی هروها قرآن جدید لبر او بهول دانا بوی لروجی قیامت دا تا خاو نکی بگات مبستو پلبر زکان لدوا روج دا فرمودی بیستو ششم رزگرتن لهرگری قرآن او کسانی که قرآنی لبره و دورکوتنوا لآزار دانیا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع وإكرام ذي السلطان المقسط رواه أبو داود واتا لأبي موسى أشعري خداي قول لي رازي به فرموي يا غنبري خدا صلى الله عليه وسلم فرموي لپاي بلنديو برزيو ريز قرتني خداي قول أويا كالريز بقريت لمسلماني جي سرسبي بصالاتو هلقري قرآن بمرزي كغلوي تيدا نكاو هليز ما نواني دستوري خوين نوي نارواني تيدا نكات ورئيس قرتن لسلطاني شراز قوب دات برور خويناري باريس ام تراكا بكوتا هات صلى الله عليه وسلم بندی سوارم باسی هاندان لسر پیماندان با قرآن و پیدا چونوی لاپرا سلوچار فرموده بیستو حوتم پیماندان با قرآن و ببیر هنانوی عن ابی موسی الاشعری رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال تعاهد القرآن فوالذی نفسی بیده لهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها واتا لأبو موسى أشعريو خداي قور لي رازي بيدالي بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم فرميتي بيمان بقرآن بدنو ببيري خوتاني بهنو سوين بون خداي كنفسي مني بدستوايا قرآن لدلي بياودا زوتر لدست دردسي وكوشتر لبتي خوي وعن نافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت واتا لنا في عوا أويش لعبد الله كري عمر خدا ليان رازي بيدلي بيغمري خدا صلى الله عليه وسلم فرميتي خاون قرآن وك خاوني وشتري بسترا وهايا أقر تساو ديري بكات راي دقريت وأقر بريشي بدات دروات فرمودي بستو هشتم بيماندان بقرآنو بيدات سنوي بشو روش أجنا لبردست عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه واتا أجر خاوان قرآن هستا بخوين نوي قرآن بشو بروش أو لبيرنات يتوى وأجر نيخوين توا أو لبير دس توا رافا أم فرمداني هاتون درباري هرش كردن لو كساني قرآن يان لبر كردوو باشان لبير يان تسو توا أو بكري لقاي خداي قورة دكن هيتس يان راسني بلام قورة ترين باش براو بريتيا لو كسي كخداي قورة خوين نوي قرآني لبر كردني بيبخشيوو رومتي روشن كردوو دلي رون كردو توا
پاشان وازی له ناو بجوی خستو پاشان او لبر کرنی لید سندریتو بهوی او تمالیو بجوی خستا آمه بیبشو محروم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرمودي بستو نعم تيبلايت لكاتي لبرتوني آيتك يا سورتك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا بل هو نسي. رواه بخاري ومسلم. واتا عبد الله كريم مسعود خدا يور لي رازي بيدله بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم فرميتي كسكتان بانلت آيتي أو أوم لبيرتوا بلكو لبيري براوتو. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس ما لأحدهم يقول نسيت سورة كيت وكيت أو نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. واتا عبد الله كري مسعود خداي جبر لي رازي بيدله بيغمري خدا صلى الله عليه وسلم فرميتي سند خرابة كسيك لئي وبلد صورتي أوم لبيرتوا يان آيتي أوم لبيرتوا بلقو لبيري براوتو. خويناري باريس أم تراكا بكوتا هات صلى الله عليه وسلم. بندي بينزم او فرمداني هاتو درباري دنك خوش كردن بخوين نوي قرآن لا برا سلو حف فرمودي سيهم دنك خوش كردن بخوين نوي قرآن بقويري توانا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. واتا أبو هريرة خداي قول لي رازي به ضلي جملة بيغمبر بوا صلى الله عليه وسلم كفرميتي خدا مولتي بهيت شتيف نداوا وك اوي مولتي ببيغمبري چي دنگ خوش داوا قرآن بدنگو بخوينت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. واتا أبو هريرة خداي قور لي رازي بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرميت لأمن يا أوكسي كقرآن بدن خوشي ناخويني توا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم. واتا قرآن برازينا وبدنك كانتان رافا ليس منا واتا لسرق وربازي إيمانيا. فرمودي سيويك مدحي كسي كوا مستحق بيتو دلنيا بيت لي كوا توشي فتنة نابت. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. واتا لأبو موسى خداي قور لي رازي بيدلي في غنبري خدا صلى الله عليه وسلم بأبو موسى فرمو كاشكي أمشو بتبينام كتون قويم بوخوين وكتش الكردبو براستي
سازك لسازكاني ابن مالي داود تبيدراو لرواياتي ابن حبان دهاتوا أبو موسى دلت وتم أي بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم أقل بمزانيا توليريت أو بزوان ترين شو دم رازان دو بوت وبرسيارم كل شيخي فرمودناس شيخ عبد الله السعد درباري رواية ابن حبان فرموي لا بأس بها رافا إمامي تبري رحمتي خداي قوري لبدل دجارته بومان لعمري كري خطابه خداي قوري لرازي بيت دي فرمو بأبو موسى أشعري خداي قوري لرازي بيت بروردگار من یاد خروا ابو موساش قرآنی بزوان ترین شوا بود اخوین نوا پاشان عمر فرموی اوی دتوانیت وکو ابو موسا قرآن برازینی توا او بابی کات خوین ری برس ام تراکا بکو تا هات بندي ششم او فرمودانی هاتوا درباری اخلاص بونی کار بو خدای گورا لا پرا پنزا فرمودی سیودو او ای قرآن بخوینیت بمبستی روپا مایی عن ابی هریرة رضی الله عنه في الحديث الطويل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه فذكر رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار واتا لأبو هريرة خداي قور لي رازي بيت دلت لبيغمبرم بيستوى صلى الله عليه وسلم كدي فرمو يك من كسي داد قايدة كريت لروجي دوايدا بياوكا فيري زور زانستيك بو خلچيشي فير كردو قرآني خويندو اوش دهندريتو باسي نازو نعمتي خوي بودكاتو بيدنا سيني اوش تاني بيدا دانت دفرمت دي باشا تسيت تدا كردو اوش دلي فيري زانست بومو خلچيشم فير كردو لبر خاطري توش قرآنم خوين دو دفرمت دروت كت بلكو بو او فير بوي تا بيد بلن زانايا قرآن شد خوين دوا تا بيد بلن قرآن خوينة اوشت لدنيا دا بيوتراو باشان فرمان دادات كيش لكريتو دمورو فريد دريتناو آگرو رافا لم فرموده دا هانداني تدايا بو انجام داني کردوا تنها لپناوي خداي گورد و هنده کمبيني وازي للبر کردني قرآن هناو لبر ام فرموده بلکو دبيت بردوان بيت للبر کردنو جهادي نفسي خوي بكاتو ونيتي بو خدا يكلا بكاتو بگويري توانا و داوان خدای گور بکاتو نیتی چاکو درست بکات و خداش بگمان به امیدی ناکاتو یارمتی ادار فرمودی سیوسی قرآن حجه و بلگه بوت یا لسرت عن ابی مالک الاشعری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم والقرآن حجه لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع النفس فمعتقها أو موبقها واتا أبو مالك أشعري خدا لي رازي بيدله بيغمري خدا صلى الله عليه وسلم فرمون قرآنش بلغي بوت يا لسرت
خلچی همویان بینیان زودارون خویان دفروشن بوش یا خوی رزگار دکات یا خوی تیاد باد واتا یان خوی با خدا دفروشو فرمانکانی زیب زیدکاتو خوی رزگار دکات یان خوی با شیطان دفروشو فرمانکانی زیب زیدکاتو خوی تیاد باد خوينري باريس ام تراكا بكوتا هات صلى الله عليه وسلم بندي حوتم فصدي هندي لسورة كاني قرآن لا برا بنزوسي فرمودي سيوسار فصدي سورتي الفاتحة عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه قلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته واتا لأبي سعيد كريم على خداي قول لي رازي بيت فرموي بيغمري خدا صلى الله عليه وسلم بي فرمو أتويت فيري سورتي چي قولو پايا دارد بكم لقرآن بيروس بيش اوي بسيتا داري لمزقوت دستي قرتب كاتي كويستمان بسينا داروا من دوبارم کرده ولی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم و تم جنابتان فرموتان کفری سورتی چی گورت اکم لقرآن پیروس فرموی الحمد لله رب العالمین اویش او حوت آیتی لقرآن گوره که هات و بوم رافا سورتی الفاتحه رکنک لرکنکانی نویش أرسون زيقير بولا بيغمبري خداوة صلى الله عليه وسلم ونوش دروسني إلا بخوين نوين بيت بويد بيت مسلمانان فيري أم سورة ببيت وبباشي دروستي بخوين تو كهالي تيدا نكات أويش لرقاي ما مستايشي مولت بيدراو بوي براي بريزم هول بدا فيري أم سورة بيتو بتساشي بخوين تو أجر هفتيشي بر يا مانجيك وشيخ ابن الحثيمين رحمتي خداي لبيت دفرمت اگر كسي دست نكوت فيري سورتي الفاتحة بكات تنهاب بار نبيت او دبيت بار بدات بو اوي فيري او سورة ببيت هروكو او كسي اوي دست نكويتو بو دست نوش إلا ببار نبيت او دبيت بار بدات بو كريني اوكا فرمودي سيو بينز فصدي سورتي البقرة آل عمران عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صوافة حاجان عن صاحبهما اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة واتا لأبو أمامي باهلي خداي قول لي رازي بيد دلي
جمله پیغمبری خدا بو صلی الله علیه وسلم فرمویتی قرآن بخوینن چونکا لروجی قیامت دادیتو تکادکات بو خاونکی هر دو گول رنگک بخوینن سورتی البقره و سورتی آل عمران چونکا امدوانا لروجی قیامت دا وک دو پلهور یا وک دو سیبر یا وک دو پول لبالن دا بالکانیان رب کردوا لآسمان دين برگري لخاونا كان ياندكن سورتي البقرة بخوينن تونك خويندني بيتو بركتو وازدهناني ماي پشيماني وخفتا وكساني بيبرو كم ترخم بي ناويرن رافا ماناي البطلة يعني جادو قران فرمودي 36 فصلي سورتي الكهف عن أبي درداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال وفي الرواية من حفظ من خواتم سورة الكهف واتا لأبو درداء خداي قول لي رازي بيت دلي پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس د آیت لسرتای سورتی الکهف لبربکات لزیانی دجال د پاریز رید لروایت اگده کتای سورتی الکهف لروایت چیتریش د آیتی کتای سورتی الکهف عن النواس بن سمعان رضی الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال قال من رآه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف واتا لنواسي كري سمعان خدا لي رازي بيدلي كاتيك بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم باسي دجال دكر فرموي هركسيك لئي وبيني أو باسرتاي صورتي الكهف بخوينت وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين واتا أركسيك لروجي هيندا سورتي الكهف بخوينت دبيت ماي روشناي بوي لنواني دو هينيدا رافا خويد نوي سورتي الكهف لباش بانجي بياني روشي هينيدا دست بيدكات تا بانجي مغرب وأميا روشي شرعي مسلمانان فرمودي 37 فصلي سورتي الملك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك واتا بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم أفرمي سورة كيل قرآن بيروزدا كبيكات ولسي آيات تكاو رزاو شفاعة دكات بو هاولكي إيمان دار كخوين دويتي هتاوكو خداي قول لي خوش لبيو دي بخشيت أويش سورتي تبارك الذي بيده الملك لابن مسعود خداي قول لي رازي بيدلي بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم دفرميت سورتي تبارك نهيلو قدغ كرلس زاي قور فرمودي 38 فصلي سورتي قل هو الله أحد والمعوذتين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. واتا لأبو سعيدي خدريوا خداي قول لي رازي بيت كوا بياوك قويل بياوك بوا كوا قل هو الله أحد دخوينيت ودوباري دكاتوا ككاتك بياني هاتوا خزمت بيغمري خدا صلى الله عليه وسلم وباسي أو بياوي بوكر بيغمري خدا صلى الله عليه وسلم فرموي سوين بو خداي كنفسي مني بدستا قل هو الله أحد لجي سيجي قرآن. عن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. وتا لعروة أيش لعيشوا خدا لي الرازي بيد دجارنوا كوا بيغمري خدا صلى الله عليه وسلم كاتك بتما بايا بسيتا سر جيغاكي هردو دستي ددا ليكو فاشان فوي بيادا دكردو قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بيادا دخوين فاشان دستي دهنا بسر أوشوين ندا تاتوانيها بيت للشي لسري لقلد موتساوي بيشو لشيو دست بيدكات وأما سيباري دكاتو فرمودي سيونو فصدي آية الكرسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فآتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قص الحديث بطوله إلى أن قال له الشيطان في 3: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فأقرأ آية الكرسي فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت. قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك الشيطان. واتا لأبو هريرة رزاي خداي لي بيت دلي
پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمانی پیکردم زکاتی سرفیتری مانجی رمضان کوب کمو داره چین یچک هاتو لو خوار نکی بر منیش گرتم و پیمود اتبم بولای پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم پاشان فرمودکی بدریجی باز کرد تا لسه امین زار پیوتم وازم لی بهینا شتیکت پیدالم که خدا به هویوا سودت پیدگینید و تم تین امانه و تی هرکاتیک چویت ناو جگه که و آیت کرسی بخوینا للای خدا و پارز راو دبیتو شیطان دید نزیگ نابیتو حتا بیانی ایدی منیش برمده دیسان پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم همان پرسیاری دیلکی لیه کردمو منیش وتم ای پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم سنوشه چی پیگوتم گوه بیان خوینم بم هوی و سودم پیدگینید بویم نشوازم لی فرموی تین اوانا وتم خویندنی آیت الکرسی پیش قوتن که پارز راو دبیتو شیطان دید نزیگ نابیتو حتا بیانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرموی او راستی پیوتوید بلام خوی دروزنا آیا ازانیت سیشوا لگر چی قصدکیتو ای ابو حریره وتم نخیر فرموی او شیطان بوا فرمودی تل فصدی دو آیتی کتای سورتی البقره عن ابی مسعود الانصاری رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في الليلة كفتاه واتا أبو مسعود خدا لي رازي بدلي بيغمري خدا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس او دو آياتي كوتاي سورتي البقرة لشويك دا بخوينيت بسيتي رافا ماني كفتاه يعني دي بارزيت لهمو شرو خرابو ناخوشيك خويني ريباريس ام كتابه بكوتا هات